مرحبا واهلا وسهلا اصدقائي. هذا الفيديو طلبوه مني كثير من الاصحاب اكثر من مره. شفتوا يمكن دوره الرايكي اللي وضعتها قبل فتره، قبل سنه تقريبا صار لها الان، وقلنا الشرف الحمد لله انه مئات الالاف ما شاء الله استفادوا منها، وحتى الناس صاروا يتعلموا الطريقه ويعالجوا بعض من خلالها. فالدوره مثل ما شفتوا دوره طويله، 5 ايام، ثمينه جدا ومكثفة بشكل كامل. يشرح فيها الكتاب الأول اللي هو كل شيء هو صدمة أو Everything is a Trauma بشكل كامل، ولكن كثير من أصحاب طلبوا مني أنه أعمل شرح مختصر على الطريقة، بس أنه حتى يكون في مرجع للخطوات بشكل سريع للناس اللي حابين يأخذوا فكرة عن الطريقة قبل ما يشوفوا الدورة بشكل كامل. طبعا أول شيء كلمة الرايك للي بيسألوا ما لها علاقة بالريكي اللي هو العلاج بالطاقة. العلاج بالطاقة شيء مختلف تماما، وإن شاء الله حتحدث عنه لأنه في بعض الجوانب الهامة فيما يخص هذا الموضوع. كلمة رايك اخترتها بشكل خاص لأنه هي تحتوي الأحرف الثلاثة الأولى من اسم أستاذي ويلهلم رايك، اللي هو فعلا من خلاله أنا وجدت الطريق بعد ما كنت دورت يمكن حوالي 15 سنة من البحث المستمر. أنا بدأت أبحث في علوم الروحانيات وعلوم النفس وعلوم التغذية والعلوم الثانية كمان، الفيزياء والكيمياء، ولسه ما تحدثت بهذا الموضوع في هاي القناة وإن شاء الله رح أبدأ قريبا. فالمهم بعد حوالي 15 سنة من التجربة وصلت خلص للقناعة التامة إنه اللي كان عم بتكلم فيه ويلهلم راي قبل حوالي 70 سنة وأكثر حتى هو تماما محور علوم النفس بالشكل الحقيقي، ولم يكن ولن يكن هنالك إنسان وصل لهذه النتائج مثل ما وصل لها ويلهلم رايخ. سو طريقة الرايك هي أساسا مبنية على شغل ويلهلم رايخ اللي هو كان يفرجي كيف جسم الإنسان بنولد الطفل طبيعي عفوي 100%، وبعديها بتبدأ تتشكل عنده الصدمات. ومثل ما شفتوا ما شاء الله من لما طرحنا دورة الرايك قبل سنة تقريبا، حتى كل الناس اللي بيتكلموا بعلم النفس وبالتنمية وغيرهم بدأوا يتكلموا بشكل متكرر فيما يخص الصدمات، لأنه حقيقة هي الطريق الحقيقي لإرجاع الإنسان لعفويته مثل ما كان وهو طفل. سو كيف بدأت أستنتج الخطوات اللي وضعت في الكتاب اللي تم طرحه في الدورة الأولى؟ مثل ما حكيت بعد حوالي 15 سنة من التجربة، أو خلينا نقول بعد حوالي 7 سنوات من لما بدأت التجربة. أنا بدأت بالبحث لما كان عمري حوالي 17 سنة، وبعدها ب7 سنوات من البحث المستمر وتجربة كل الطرق اللي كانت متاحة لي وقتها من مختلف الجوانب، على الانترنت والمكاتب العامة، بالكتب، بالتجربة، بالروحانيات، ومع مريم نور وغيرها من المعلمين. بتذكر في يوم من الأيام كنت جالس عم بعمل تمرين تنويم، كنت وقتها بدأت بقراءة كتب ويلهلم رايخ، وعندي فكرة عن النظرية اللي بدأ بتطويرها اللي هي سماها الكاركتر أناليسيس قبل ما يدخل فيما يخص الأورغون أو طاقة الحياة، وهذا موضوع طويل جدا جايين فيه بالمستقبل القريب. على فكرة لاحظوا كيف إحنا بدأنا بالكتاب الأول كل شيء هو صدمة، بعدين وجدنا إنه في تروما عميقة جدا متناقضة اللي هي سميناها تروما جنون العظمة، اللي هي بتكون عند الأشخاص اللي بيكونوا منطويين أو عندهم الخجل أو عندهم المثاليات إلى آخره، اللي بتصرفوا بهذا النوع من الشخصية. وكان لازم جدا من خلال هذا الكتاب نطرح هاي التروما اللي هي سميناها أم الترومات، وكيف بتشتغل بشكل معكوس وكيف هي محور الأنا البشرية. سو بدأنا بشرح مفهوم الصدمات اللي هو طرحناه في الدورة الأولى وفي الكتاب الأول، والكتاب الثاني اللي هو بيتكلم عن جنون العظمة طرح مفهوم هاي التروما العميقة جدا وطريقة التعامل معها. وعلى فكرة تروما جنون العظمة من عمقها في كثير من الأشخاص بيحتاجوا مجموعة من التمارين اللي رح أطرحهم قريبا إن شاء الله، حتى يتعاملوا مع كل تفاصيلها واحدة واحدة بشكل منفصل، لأنه مثل ما شفتوا التروما عميقة جدا ومعكوسة، ومئة صفة وضعتها في الكتاب بيشتركوا فيها الأشخاص اللي عندهم هاي التروما، وفعلا الموضوع جدا جدا عميق. ليش عم بطرح هذا الموضوع؟ لأنه هلا الكتاب الثالث اللي جاي على الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى رح يدخل مباشرة في صلب موضوع الأورغون وشغل ويلهلم رايخ من خلال طرح أهم شيء قد تبقى حتى بإذن الله نرجع الإنسان لعفويته الكاملة. سو كنت عم بخبركم على تجربة صارت معي بعد حوالي 7 سنوات من الاختبارات والقراءة والبحث، وهاي التجربة كانت تخص تمرين تنويم. كنت عم بعمل عملية تنويم ذاتي وجالس عم برجع في الماضي، رخيت الجسم بشكل كامل، اللي بعرف التنويم عنده فكرة عن الموضوع. سو رخيت الجسم بشكل كامل وبدأت بالعودة شوي شوي تدريجيا وبتأمل المشكلة اللي كنت عم بحاول أعالجها بهذيك اللحظة. سو وأنا عم برجع شوي شوي رجعت بالتدريج إلى الموقف الأول اللي حصلت عنده المشكلة، استذكرت الموقف، نظرت حولي، استشعرت الأمور اللي كانت موجودة في هذاك الوقت.
هلا سبحان الله صدفت معي بهديك اللحظة، ما بعرف ليش صارت، ولكن رجعت قبل الموقف بشوية صغيرة. سو كنت موجود في هذا الموقف، بعدين رجعت شوية صغيرة، دقيقة يمكن ولا دقيقتين ولا ثواني حتى، قبل هذا الموقف الأول. اللي حصل معي كان شيء عجيب، وأول مرة في حياتي كنت بشعر بهذه الطريقة. اللي صار معي إنه مجرد ما رجعت قبل الموقف الأول بثواني وتفرجت على المنطقة والمكان اللي موجود حولي، ارتخى جسمي مرة واحدة، وحسيت بشعور بالارتخاء. إذا بدي أشرحها بكلمات أوضح، رح أقول إنه كانت أول مرة في حياتي بحس حقيقة إنه مشكلة عم بحاول حلها، قمت بحلها فعلا. وقتها مثل ما حكيت كنت عم ببحث في كل ما وقع تحت يدي من معلومات، من أساليب للتأمل، من تمارين للطاقة، من ما تركت ولا أي شيء إلا جربته، وكان يحصل تحسن مؤقت، ولكن المشكلة حقيقة ما كانت تزول. بتعرف كيف مثلا بدورات التنمية بدخل الواحد بتحمس يوم يومين ثلاثة شهر شهرين، وبعدها برد برجع لحالته الأولى، أو لما يروح مثلا على ريتريت أو كامب روحاني ويعمل تأمل ويعمل مديتيشن ويرتخي ويرتاح ويحس بشعور رائع جدا، بس مجرد ما يرجع للبيت أو لمكان وجود المشكلة مباشرة كل هذا الاسترخاء بيختفي على طول. سو كنا نختبر كثير من هذه الأمور وكنا نصل لنتائج في الراحة، ولكن كانت ترجع المشكلة وما كان الحل جذري. في هاي المرة تحديدا لما رجعت قبل المشكلة بلحظات وتأملت في المكان اللي حولي، مباشرة هذا الارتخاء اللي حسيته في جسمي ما حسيته أبدا في كل الطرق اللي جربتها. وفي هاي اللحظة خلينا نقول بدأت ولادة طريقة الراي اللي طرحتها لكم في الكتاب. سو مرت سنوات، ومثل ما بتعرفوا برضو سبحان الله بالصدفة صارت، برضو أنا درست دبل ميجر بالسيكولوجي جامعيا، سو كنت عم براكم المعلومات بهاي الطريقة، وبعد ما درست طبيعي جدا صار في عندي عمل في هذا المجال. سو بعد حوالي 15 سنة خلينا نقول من البحث، يعني بدأت في عمر 17، بعد حوالي 15 سنة لا شعوريا بدأت أطبق هاي الطريقة في الجلسات اللي كنت أعملها، بالإضافة لطرق تانية كنت أختبرها. سو كنت أختبر أكثر من طريقة للوصول لنتيجة فعالة مع الأشخاص. اللي صار إنه خلال سنتين ثلاثة وجدت أنه الطريقة الوحيدة اللي كانت تعطيني فعالية حقيقية هي طريقة العودة إلى ما قبل النشأة الأولى للمشكلة، اللي هي التروما. طبعاً ليش حكينا صدمات أو تروما؟ في لحظة معينة الطفل بيكون عفوي طبيعي، شخصيته طبيعية، بيحب الناس اللي حوله، شاعر بالأمان إلى آخره. بلحظة معينة بتحصل معه صدمة. هل هاي الصدمة هي نقطة زمنية معينة؟ تغيرت وجهة نظر هذا الطفل تجاه العالم، وكأنه لبس نظارة بلون معين وصار ينظر للعالم بهذا اللون بعد حصول هذه الصدمة. So بعد كل التجارب اللي صارت وبعد التجارب مع المتعالجين، وصلت لنتيجة إنه إذا ما بروح للموقف الأول وبرجع قبل هذا الموقف الأول وبخلي الشخص يستشعر المكان اللي حوله ويستشعر شعوره قبل نشوء المشكلة، لن تكون هنالك نتيجة حقيقية للعلاج أكثر من مجموعة من الإشراطات زي ما بيعملوا بالتنمية أو الاسترخاء زي ما بيصير بالتأمل أو بعض خلينا نقول الحجج المنطقية اللي ممكن تساعد الشخص في تغيير تصرفه بدون وجود حل حقيقي للمشكلة. سو كانت هذه هي الأسس اللي مشيت عليها خلال سنوات الممارسة كمعالج نفسي، وبعديها خلينا نقول سنتين ثلاثة بدأت بتطوير الطريقة كخطوات عملية حتى أتمكن أعلمها للناس اللي بيحبوا أنهم يستخدموها، سواء كمعالجين أو كأفراد حابين يشتغلوا مع الأهل والأصدقاء أو على أنفسهم كمان. ومثل ما شفتوا تم طرحها في الكتاب وفي الدورة، وبفضل الله سبحانه وتعالى الآلاف من الناس، يعني هلأ المعالجين الرسميين لطريقة الرايك موجودين على موقع الرايك، ولكن هنالك الآلاف من الناس اللي تعلموا الطريقة وعملوا جروبات وصاروا يعالجوا بعض بس من خلال الدورة اللي حضروها. فإلنا الشرف بهذا الكلام، وما بقدر أحكي غير الحمد لله رب العالمين، وبشكر كتير الممارسين الرسميين والأشخاص اللي عم بيوافقوا دايما أنه يضعوا حالاتهم العلاجية بالكامل أمام الناس، لأنه كتير من الناس بمجرد استماعهم لحالات غيرهم عم بيستفيد، وعم تيجيني كتير رسائل من الناس اللي عم بيقولوا لي قديش عم بيستفيد من هذا الموضوع. فعن جد شكرا للجميع. سو حقيقة محور طريقة الرايك هو ببساطة زي ما حكينا العودة للموقف الأول، وبعدين الرجوع بشوية صغيرة قبل الموقف الأول لاستشعار حالتي قبل نشوء هاي التروما أو هاي الصدمة. مجرد من نعمل هذا الكلام بيصير في عملية استرخاء، وهذا الاسترخاء يعني وكأن الواحد جالس في نفس المكان عم بتفرج عليه، بس أنا مو شاعر نفسي متضايق مثل ما كنت قبل، وهاي العلامة إنه لمسنا التروما. مثل ما شفت الكتاب هو مكون من 7 خطوات. 7 خطوات حقيقة هي عبارة عن بس
طريقة عملية لتسهيل عمل هذه الطريقة من خلال أي شخص مهتم. طبعا في محاور رئيسية فيها، ولكن المفتاح الرئيسي مثل ما حكينا هو العودة للموقف الأول، ثم قبل الموقف الأول واستشعار الحالة قبل حدوث المشكلة. الخطوات السبعة ببساطة، هو بيجي الشخص بيحكي لي المشكلة اللي موجودة عنده، أنا كمعالج بستمع له، بعدين بحاول أحدد شو الشعور الرئيسي اللي هو بيعاني منه هذا الشخص، سواء كان خوف من الظلام ولا من المرتفعات أو شعور بعدم القبول أو شعور بعدم الانتماء إلى آخره. المهم بحدد العاطفة الرئيسية اللي بيعاني منها هذا الشخص حتى أبدأ بالرجوع تدريجيا إلى الموقف الأول. هلأ قبل ما أبدأ بالرجوع بحط بعض الحجج المنطقية، والحجج المنطقية يا جماعة فن رائع جدا، حتى رح نبدأ بتجميع موسوعة للحجج المنطقية لأنه هي فعلا فن رائع جدا. وارجعوا لكتابات سقراط إنه كيف كان يحاجج الناس بالمنطق، وقديش مدى جمال هذا العلم وهذا الفن لما الواحد يتقنه ويعرف كيف يتعامل معه. طبعا وضع الحجج المنطقية دائما لازم يكون بكلمة حق، ديروا بالكم ما حدا يسايس ويتلاعب في هذا الموضوع، لأنه بالنهاية ما هو ليس حق سيزول. حددنا العاطفة، سمعنا المشكلة، حددنا العاطفة، وبعدين أعطينا بعض الحجج المنطقية المناسبة للشخص. طبعا الحجج المنطقية لن تعالج المشكلة، ولكن ستساهم بإعطاء هذا الشخص المتعالج منطق جديد بعد أن يتم فك الصدمة، رح تريح كتير. وأحيانا حتى الحجة المنطقية جدا بتساعد الشخص إذا كانت سليمة طبعا، ولكن ليست هي محور العلاج. مجرد ما نحط بعض الحجج المنطقية، تذكروا في هاي اللحظة بيكون الشخص لازال حاسس بعدم الارتياح بسبب المشكلة، وخصوصا انه لسه بهاي اللحظة ذكر المشكلة. بنبدأ بالعودة شوي شوي بالخلف زمنيا. نطلب من المريض اول شيء انه يحدد موقف شعر فيه بهذا الشعور قبل فترة قريبة، قبل اسبوع مثلا او ايام او الى اخره، ونستحضر الشعور اكثر واكثر، ونبلش نرجع شوي شوي زمنيا. ممكن ناخذ موقف وسيط بس حتى انه نقوي شعور الشخص لهي المشكلة، أو حتى نستحضر كل جوانب المشكلة، ومن خلالها بنبدأ بالعودة تدريجيا إلى الموقف الأول حتى نوصل للحظة الصدمة الحقيقية. وغالبا هون نستخدم إجراء بنسميه البلايند بروسيجر أو الإجراء الأعمى في طريقة الرايك، لأنه أغلب الأشخاص ما بتمكنوا يتذكروا الموقف الأول، فبنحتاج نستخدم هذا الإجراء حتى نرجع للموقف بشكل فعال. وزي ما حكينا مجرد ما نوصل للموقف الأول نرجع قبله بشوية صغيرة، نستشعر وجودنا قبل نشوء المشكلة، ومجرد ما نستشعره بطريقة سليمة راح تلاحظوا انه بيصير في عملية استرخاء مباشر عند الشخص المتعالج، وحتى الشخص المعالج بيستشعر هذا الشيء بنفس الوقت، وكأنه حصل شيء في اللاوعي الجمعي. ولهذا السبب لازم كلنا نشتغل على فك الصدمات، لانه الظاهر انه فعلا فك الصدمات عم بيأثر في الوعي الجمعي، والمشكلة اللي بتكون موجودة عند شخص مجرد ما تتعالج سواء الأشخاص اللي بيستمعوا أو حتى اللي موجودين حوله مباشرة ببلشوا يتأثروا بهذا الاختلاف اللي بيصير في طاقة هذا الشخص، وهو فعلا موضوع جدا مثير للانتباه. المهم مجرد ما يصير هذا الاسترخاء ويستشعر الشخص المتعالج هذا الاسترخاء، وبرضه المعالج يستشعر انه فعلا حصل هذا الشيء بشكل سليم، بنتقل المعالج للخطوة السادسة اللي هي بيعمل شوية انتقال زمني لزيادة نجاح الجلسة، وبنفس الوقت حتى يختبر مدى فعالية تغير وجهة نظر الشخص المريض تجاه المواقف اللي قبل شوي صغيرة قام بإخباره أنه كانت تضايقه بشكل شديد. بيعمل شوية انتقال زمني في مواقف متعددة، وإذا وجد أنه هذا الشخص عم بفكر بهاي المواقف بدون ما يحس نفسه متضايق منها مثل ما كان قبل، هون نقدر نقول أنه غالبا لمسنا التروما إن شاء الله بشكل سليم. وهون بضل عنا ببساطة الخطوة السابعة اللي هي إنه يقوم الإنسان باختبار نفسه في الحياة العملية حتى يشوف النتيجة الحقيقية اللي حصلت أو شو حصل معه من خلال تفاعله بشكل واقعي مع المؤثرات اللي كانت تسبب له هذا الشعور السلبي اللي قام بعلاجه. هاي الخطوات السبعة لطريقة الرايك بشكل ملخص ومختصر. الدورة الأولى موجودة بالكامل على هاي القناة. أكيد بدعو الجميع إنكم تأملوا في أنفسكم وحاولوا تعالجوا أي مشاكل موجودة حتى إن شاء الله كلنا مع بعض نرجع لنقاء وعفوية الأطفال. شكرا دائما للي عم بسمع، الله يحمي الجميع، ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.